مع ما توليها الدولة المصرية من اهتمام كبير بسلامة الأطفال وأيضا حمايتهم، بتبرز أهمية برنامج أطفال بلا مأوى اللي دشرت وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، القضاء أيضا على هذه الظاهرة من خلال توفير الرعاية الكاملة لهذه الفئة ومن خلال دمجهم لتجنيبهم الاستغلال والحد من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال. لمزيد من النقاش حول هذه الظاهرة وجهود الدولة في القضاء عليها، ينضم إلينا الآن ضيفنا الأستاذ حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن برنامج كبار وأطفال بلا مأوى في وزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا أستاذ حازم، صباح الخير. صباح الخير يا زيمان والسادة المشاهدين. الحقيقة إنه برنامج كبار وأطفال بلا مأوى هو من أهم البرامج اللي بتقوم بها أو بتنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، لكن وإحنا بنتكلم عن ظاهرة أطفال الشوارع وما تم مع الأطفال على مدار الأعوام القليلة الماضية، إزاي ممكن حضرتك ترصده لنا في الأرقام؟ وكمان إزاي تراجعت هذه الظاهرة خلال السنوات القليلة الماضية؟ طيب، أنا في البداية أحب أرحب بقناة إكسترا نيوز في مقر وزارة التضامن الاجتماعي. قبل ما نتكلم عن الأرقام، نبذة سريعة عن البرنامج. برنامج أطفال بلا مأوى بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون والشراكة مع صندوق تحيا مصر. في 5 محاور أساسية لهذا البرنامج. المحور الأولاني خاص بفرق الشارع، احنا عندنا فيه 17 وحدة متنقلة بتجوب مختلف المحافظات من خلال فريق مدرب. يمكن أغلب المواطنين شايفين الوحدة المتنقلة وشايفين الفريق في الشارع يوميا موجود بيتفاعل مع البلاغات ومع المواطنين. كمان عندنا في محور مهم جدا خاص بتطوير المؤسسات الرعاية، وده محور مهم جدا. طورنا 6 مؤسسات للرعاية الاجتماعية بالتعاون والشراكه مع صندوق تحيا مصر، اصبحت بيوت امنه بتقدم واماكن اقامه بتقدم الحمايه والرعايه للاطفال. كمان في محور ثالث مهم خاص باداره الحاله، احنا عندنا في منظومه متكامله اداره الحاله من اول ما بيتم العمل مع الطفل في الشارع لغايه لما يتم دمجه في الاسره او في المؤسسه مره اخرى. كمان عندنا في محور مهم جدا خاص بالشراكه مع الجامعات الاهليه، في انفتاح مهم جدا في تعاون مع الجامعات الاهليه. المحور الخامس خاص بالتوعية والتسويق المجتمعي والشراكات. دول الخمس محاور الأساسية الخاصة بالبرنامج أطفال بلا مأوى. احنا بنشتغل في 13 محافظة هي الأكثر كثافة تجمعات الأطفال، بنشتغل في القاهرة والجيزة والقليوبية، لأن طبعا القاهرة الكبرى تمركز فيها الظاهرة. كمان موجودين في اسكندرية، موجودين في المنوفية والشرقية وبورسعيد والسويس، وفي الصعيد بني سويف وأسوط المنيا. عندنا في 17 وحدة متنقلة، عندنا في فريق مدرب على أعلى مستوى موجود في الشارع بشكل يومي. يمكن كتير من المواطنين يعني بيتابعوا وبيشوفوا يوميا الفرق موجودة في الشارع، دايما بتنزل في أماكن التجمعات. احنا عندنا في وزارة التضامن الاجتماعي خريطة معتمدة بأماكن تجمعات الأطفال ومحدثة يوميا بأماكن تجمعات الأطفال. مش كده وبس، كمان الفريق بينزل للأطفال في أماكن تجمعاتهم. الميزة كمان عندنا في الأتوبيسات اللي احنا عندنا في أحجام مختلفة، عندنا في أتوبيسات صغيرة ومتوسطة وكبيرة عشان تقدر توصل لأكبر عدد ممكن من الأطفال في أماكن مختلفة. عندنا في مسعف موجود في الوحدة المتنقلة بيقدر إن هو يقدم الجزء الطبي الخاص للأطفال. طبعا حضرتك عارفة أستاذ المشاهدين إن الأطفال في الشارع بيكونوا أكثر عرضة للحروق والجروح، فمن خلال المسعف بنقدر إن احنا نساعده لو في بعض التخرجات الطبية الكبيرة بيتم نقله إلى أقرب مستشفى. موجود كمان فيها أخصائي اجتماعي، وموجود أخصائي نفسي، موجود كمان أخصائي إدارة حالة. هذا الفريق بكل يعني عنصر فيه ليه دور مهم جدا. احنا كمان بنشتغل على الأسرة، ده هدفنا الأساسي من خلال فريق إدارة الحالة. نبدأ نتواصل مع الأسر ونشوف أسباب نزول الأطفال للشارع إيه، وبنحاول نأهل الأسرة نرجع الأطفال تاني مرة أخرى لأسرها. في حال تعذر الأسرة أو الأسرة مش موجودة، ساعتها بيتم إيداعها في دار رعاية. زي ما قلت من شوية في 6 مؤسسات رعاية طورناها، عندنا في القاهرة والإسكندرية والمنيا والشرقية. هذه المؤسسات هي بتقدم الحماية والرعاية للأطفال بلا مأوى. احنا كمان ما اهتمناش بالبنيه التحتيه فقط، لا كمان اهتمينا بالعنصر البشري. تم تدريب جميع العاملين داخل هذه المؤسسات بالتعاون مع جامعه حلوان،
تم تدريب جميع من يعمل داخل هذه المؤسسات، اخصائي اجتماعي، اخصائي نفسي، مديري المؤسسات، عشان نضمن ان يكون في جوده للخدمات المقدمه للاطفال. كمان استحدثنا كاميرات مراقبه داخل هذه المؤسسات، كمان موجود في الوحدات المتنقله اجهزه جي بي اس تتبع، وفي كاميرات عشان نقدر ان احنا من خلال غرفه عمليات برئاسه معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباج تقدر تتابع العمل، تتابع الشغل الخاص بالفرق العمل في الشارع. يعني يمكن خلال الفترة الماضية أنقذنا أكثر من 5000 طفل ما بين دمج داخل الأسر ودمج داخل المؤسسات. بنشتغل على زي ما قلت من شوية على المحورين. متواصل كمان في الفترة طبعا الأخيرة احنا عشان مواجهة فيروس كورونا، فبيكون في طبعا يعني تعامل مختلف، بيتم تطهير المؤسسات الرعاية بشكل مستمر، وده بالتعاون مع الجامعات الأهلية. كمان بيتم يعني عمل جلسات توعية للأطفال داخل هذه المؤسسات، فكرة التباعد بين الأطفال، الأنشطة اللي كانت بتقام في أماكن مغلقة داخل هذه المؤسسات بقت تقام في أماكن مفتوحة. كمان تم إلغاء الأنشطة الخارجية. طبعا عارفة إن كنا الأطفال كانوا بيطلعوا بره في فعاليات وأنشطة بالتعاون مع الجامعات الأهلية والمتطوعين، تم إيقافها مؤقتا طبعا عشان نقدر نحمي أطفالنا اللي موجودين داخل هذه المؤسسات.